بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عبد الناصر أحمد، مدارس رياض الصالحين، درس اليوم للصف الأول المتوسط بعنوان الجملة الفعلية المثبتة، وهذا هو الشق الثاني من الجملة العربية. تحدثنا عن الجملة الإسمية المثبتة في درس سابق، واليوم نكمل الجملة الفعلية المثبتة، ولا بأس أن نرجع خطوتين إلى الوراء ونقول إن الجملة إما إسمية أو فعلية. ووجدنا إن الجملة الإسمية هي التي تتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر، والجملة الفعلية هي التي تتكون من فعل وفاعل ومفعول به. ووجدنا أنه أيضاً الجملة إما خبرية أو طلبية، وأن الجملة الخبرية هي التي تحمل مجرد خبر كقولك إني ناجح، بغض النظر عن صدق قائلها أو كذبها. فربما القائل إني ناجح هو ليس ناجح ولكنه خبر. أما الجملة الطلبية فهي التي تتضمن إما أمراً أو نهياً أو استفهاماً أو نداء. نرجع لأن الجملة الفعلية تتكون من ثلاثة أفعال، هي ماضي أو مضارع أو أمر. ما يهمنا في درسنا اليوم هو الفعل الماضي والمضارع. لماذا؟ لأن فعل الأمر هو فعل طلبي، والفعل الطلبي لا يدخله النفي، وبالتالي خرج عن موضوعنا اللي هو الجملة الفعلية المثبتة. فالشيء بضده يظهر، فإحنا حتى نشرح ما معنى الجملة الفعلية المثبتة لابد أن نتحدث عن الجملة الفعلية المنفية. وطالما أن فعل الأمر لا يدخله النفي فسوف نحصر الشرح في الفعل الماضي والفعل المضارع. عندنا الجملة الفعلية المثبتة هي الجملة التي تخلو من أدوات النفي. فلما أقول على حسب الأمثلة اللي موجودة في الكتاب، سأأتي بأمثلة من الكتاب، يقول لك أتم رواد الفضاء بناء محطات. عندي هنا الفعل أتم فعل ماضي، فعل ماضي. هذا الفعل الماضي أتم رواد الفضاء بناء محطات، جعل من هذه الجملة جملة فعلية مثبتة. فعل ماضي تصدر الجملة، يصير الجملة فعل ماضي، والجملة لخلوها من أدوات النفي تسمى جملة فعلية مثبتة. الشق الآخر من النقطة الأولى يقول وهكذا تكون المنفية، أي الجملة الفعلية المنفية، هي التي دخلها حرف نفي. نفس هذه الجملة إذا أدخلت عليها فعل نفي أصبح الجملة منفية. فندخل على هذه الجملة ما أتم رواد الفضاء بناء المحطات. فوجود هذا الفعل ما حول الجملة من جملة فعلية مثبتة إلى جملة فعلية منفية، اللي هو وجود حرف النفي ما. هذا هو أو هذه هي النقطة الأولى، أن الجملة الفعلية المثبتة هي الجملة التي تخلو من أدوات النفي، كما رأينا في المثال رقم واحد أتم رواد الفضاء بناء محطات. فأتم رواد الفضاء بناء محطات جملة فعلية مثبتة لخلوها من أدوات النفي. ثم رأينا في الجملة التي تحتها ودخول حرف النفي ما على الجملة، فأصبحت ما أتم رواد الفضاء بناء محطات، وبالتالي تحولت هذه الجملة إلى جملة منفية.
النقطة الثانية من أدوات النفي ما ولن ولم ولا النفي. هذه هي أدوات النفي التي تدخل على الفعلين الماضي والمضارع، وسنرى بالتفصيل ما الذي يدخل على الماضي وما الذي يدخل على الفعل المضارع منها. النقطة رقم ثلاثة شرحناها في بداية الدرس، وقلنا إنه فعل الأمر فعل طلبي، فعل الأمر فعل طلبي، وبالتالي لا تدخله أدوات النفي، فهو خارج شرح هذا الدرس. الماضي له أداة نفي واحدة هي ما؟ إنه الفعل الماضي عشان أحوله من فعل مثبت إلى فعل جملة فعلية منفية أدخل عليه أداة واحدة اللي هي كلمة ما، كما رأينا في هذا المثال، كما رأينا في هذا المثال، فنجد إنه الفعل ما هنا حول الجملة إلى منفية، وهي الأداة الوحيدة التي تدخل على الفعل الماضي. المضارع تدخله جميع أدوات النفي اللي هو ما ولم ولن ولا النافي. يبقى عندي كلمة ما تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. يعني ممكن هنا في هذه الجملة أقول أختار مثلاً كلمة لم، أقول لم يتم رواد الفضاء بناء محطات، ولن يتم رواد الفضاء بناء محطات. بالنسبة لكلمة لا النافية أجيب جملة أخرى أقول المسلمون لا يأكلون لحم الخنزير، المسلمون مبتدأ مرفوع لا يأكلون لحم الخنزير. فهنا عندنا شاهد في كلمة لا يأكلون، عندي هنا حرف نفي ودخل على الفعل المضارع اللي هو يأكلون، اللي هو هذا هو لا النافي، لأن كثير من الطلاب يسأل عن مثال تكون فيه لا النافية تدخل على الفعل المضارع بهذا الشكل. تدخل على الفعل المضارع حروف مثل السين وسوف. قلنا إنه الفعل المضارع تدخله حروف تفيد الاستقبال، فالسين تفيد المستقبل القريب بينما سوف تفيد المستقبل البعيد. فإذا قلت سوف أزور عمي هذا معناها أنك سوف تتباطأ في زيارته، بعكس إذا ما قلت سأزور عمي هنا معنى أنه الزيارة سوف تكون في القريب العاجل وربما بعد دقائق. أما إذا أدخلت عليها كلمة سوف أزور عمي هذا معناها أنه الزيارة سوف تستغرق أو سوف تكون بعد فترة من الزمن. يبقى عندي يا جماعة الفعل المضارع تدخله جميع أدوات النفي بما فيها ما التي تخص بالفعل الماضي، وأيضا تدخله بعض الحروف التي تكسبه الاستقبال القريب مثل السين أو تكسبه الاستقبال البعيد مثل سوف. عندنا الفعل الماضي تدخله أداة تحقيق وهي قد، فقد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت تحقيق حدوده، كقولك قد أقلعت الطائرة، فقولنا أقلعت الطائرة قد أقلعت الطائرة هذا معناه إنه أنا متأكد تماما أن الطائرة قد أقلعت، بدليل إني أدخلت عليها حرف التحقيق قد، أدخلت عليها حرف التحقيق قد. طيب هذا فيما يخص الفعل الماضي. طيب إذا دخلت على الفعل المضارع يقول لك قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد إما التقليل أو التنبيه،
فالتقليل كقولنا قد ينجح المؤمن، نعم قد ينجح المؤمن ولكنه ليس كثيرا، لذلك هنا تفيد التقليل. أما الترجيح فقولنا قد يحضر المدير، قد يحضر المدير، فهنا من المتوقع بنسبة كبيرة جدا حضور المدير، وهذا شيء معتاد أن المدير يمارس عمله يوميا في أي مرفق، فهو حضوره إلى العمل شيء مترجح وكثير. يبقى يا جماعة آخر نقطة في هذا الدرس، أنه قد من الأدوات التي تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع، دخولها على الفعل الماضي يكسبها التحقيق كما رأينا في هذا المثال، ودخولها على الفعل المضارع يكسبها إما التقليل بقولنا قد ينجح المهمل، أو الترجيح بقولنا قد يحضر المدير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشكرا.